اكيد كابتن سيد لاشين دايما اسطورتنا الكبيره في التنس طاوله، مشرفنا ومنورنا، واكيد لازم نخرج لمداخله كبيره معاه ومداخله مهمه. كابتن سيد لاشين مساء الخير. كابتن خالد مساء النور حبيبي. يا حضرتك اسطوره منورنا دايما ومشرفنا ورافع راسنا في كل المحافل، دولي وعالمي افريقي كل حاجه، احنا بجد بنكون فرحانين بيك. الف مليون مبروك على برونزيه الكاس اسبانيا. الله يبارك فيك يا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك، ويعني بدعمك ودعم القناه ودعم كل الاهلاويه الحمد لله ربنا بيكرمنا والله بدعائهم كمان. لا قول لي بقى، لا يعني البرونزيه دي ما جاتش بالسهل، اكيد اكيد في تعب، في تدريبات، في حاجات كتيره، وانت شغال في اسبانيا معاهم، يعني قول لنا الموضوع شكله ازاي يا كابتن سيد، التعامل معاك هناك في اسبانيا شكله ازاي؟ انا شايف ان كانت الاجواء هناك عندك شفتها على كل الحاجات العالميه اللي هي الصحف العالميه بتتكلم على كابتن سيد لاشين. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد ما بيأثرش في التمرين هنا الاول، لان انا التمرين الاساسي هنا في النادي وبسافر لهم على الماتشات. كان اساس البدايه بتاعت المعرفه دي واحد صاحبي زي سمسار كده كلمني وقال لي النادي عايزك تلعب 10 ماتشات. كويس. تمام؟ والحمد لله رب العالمين الدور الاول 11 ماتش. انا لعبت ال 10 من ال 11. تمام، ادي اول 10. تمام. كويس. خلصوا وبعدين لقيت النادي الحمد لله بيكلمني ان انا اجدد معاهم السنه الجايه والسنه اللي بعدها. يعني النادي مبسوطين وعايزين يكملوا. وكان بقى خلال الفتره دي، الفتره اللي فاتت كان الكاس، الاستعداد بتاع الكاس. تعديت هنا الحمد لله رب العالمين، هو مجموعه تخلص وبعدين سيمي فاينل. كويس. المجموعه كانت اللي احنا فيها كان معانا اثنين فرقتين من الدوري الممتاز. وفرقه من الدرجه اللي تحتينا بقى اللي هي اللي يتقال عليها درجه ثانيه او درجه اولى حسب. كويس. كل مسمى يعني. فالحمد لله رب العالمين الفرقتين كسبناهم الحمد لله رب العالمين، يمكن كسبناهم في الدوري كان ماتش اصعب. كده انا الحمد لله ربنا كرمني، كنت كسبان منهم ناس يعني 3-1 و3-2 في الماتش الاولاني. في الكاس كسبتهم كلهم 3-0. الحمد لله رب العالمين، وتاهلنا للسيمي فاينال ومفيش نصيب بقى اللي انا خسرت منه ده من سنه 99 مش عارف اكسبه. ان شاء الله باذن الله نحاول نكسبه، لسه قدامنا شويه اكيد. انا هلعبه الاسبوع الجاي، انا هلعبه الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا ما دام كلمتنا هتكسب بقى الماتش. خلي بالك، خلي بالك بس، ما دام كلمتنا هنكسب باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن سيد بجد بجد. قول لي، قول لي بجد الاحتراف الخارجي يعني ايه الجديد؟ التنس طاوله الجديد، عايز اخد منك كلام اللي اختلف، الوضع شكله ازاي في التنس طاوله؟ بص انا تقريبا يعني جربت كذا كذا طريقه احتراف، يعني لعبت في تركيا وكنا بنروح نلعب اسبوع يعني 3 ايام في الشهر، بنروح نلعب زي دوره مجمعه 3-4 ماتشات ونرجع تاني. فكانها بطوله بس. كويس. ولعبت في السويد، عشت هناك شويه ورجعت مصر شويه، وعشت في فرنسا احتراف كامل، وبرضه كنت بلعب برجع العب بطولات باسم النادي الاهلي. اكيد. تمام؟ ويعني اسبانيا دي اخر تجربه انا فيها. هي إيه؟ محرجه شويه في السفر كسفر. بس ممتعه بالنسبه لي لان انا بتمرن هنا. تمام، وبروح العب الماتش وارجع تاني، يعني هنسافر ان شاء الله يوم الاحد باذن الله، اقعد اسبوع او 10 ايام بس عشان هناك بيأجلوا بعض الماتشات لعيبه المنتخب لما يبقى عندهم بطولات وكلام كده، فبيأجلوا لهم البطوله، بيأجلوا لهم ماتشات الدوري. انا عندي ماتش يوم الاثنين وماتش يوم الاربع وماتش يوم تقريبا الجمعه او السبت. تمام، اللي هو ماتش يوم 15. تمام. بصراحه شديده شده الدوري الاسباني او قوه الدوري الاسباني ولا قوه الدوري المصري بصراحه؟ لا الدوري الاسباني طبعا قوي جدا. الدوري الاسباني اقوى هناك. شايف يعني شايف ايه الاختلاف بصراحه؟ هناك احنا ماشيين ثالث بفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن دلوقتي حسب الترتيب يعني تقريبا رقم 2 في اسبانيا حسب نتائج الماتشات. ما شاء الله كابتن سيد، عدد المكسب وعدد الخساره وبتاع، انا اسطوره ثلاث ماتشات اسطوره ما شاء الله عليك، يعني يمكن 15 16 الحمد لله. الحمد لله يا رب. عشان كده بقول لك النادي الحمد لله يعني مرحب جدا، وبيكلموني ان انا اجدد الفيزا واعمل الافلام دي عشان السنين الجايه. كويس. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، بس هي الفرق برضو ده فرق بالنسبه لي. اللي هناك الواحد بيلعب من غير ضغط شويه. من غير ضغط. تمام، من غير ضغط، يعني هناك برضو يعني الجماهير برضو مش بلدك، مش
يعني بس بيشجعوا اسباني برضه يا كابتن سيد، بيتكلموا اسباني مالناش دعوه بالموضوع، هم بيتكلموا اسباني احنا مالناش دعوه. مش هنعرف. بالظبط. طيب كلمه اخيره من كابتن سيد لاشين اسطوره التنس طاوله لناشئين وناشئات التنس طاوله عن الاحتراف، تقول لهم ايه وتديهم دعم ازاي بكلام من كابتن سيد لاشين؟ الله يتمرنوا كويس ويجتهدوا على قد ما يقدروا، ولو في حد جات له فرصه يحترف او عايز يعمل الموضوع يعني عايز يعمل يسافر يحترف لازم ينقي التوقيت المناسب، لان في ناس بتطلع في توقيت مش مناسب بيأثر عليها بالسلب وبتبقى تجربه مش لطيفه، وممكن اللعيب يعني تبقى سلبيه تاثر، انما التوقيت بتاعها يكون هو اصلا اللعيب يعني النمو بتاعه اكتمل كفكر وك يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني اللي هو ده ما يكونش مراهق او صغير او صغير لدرجه يعني تمام، ان هو ممكن يضحك عليه او يمشي في سكه ثانيه غير اللي هو رايح لها، يبقى عارف التارجت بتاعه ومركز فيه وعايز يروح عليه. ده اللي هو التوقيت اللي انا شايفه انه بقى صح لو حد جات له فرصه يمسك فيها بالمنظر ده، انما لو هو لسه مذبذب ممكن اصحابه يبوظوه او يخلوه يبعد عن الهدف، يخليه في مصر احسن. بلاش. كابتن سيد نورتنا وشرفتنا، ودايما رافع راس النادي الاهلي وراسنا كلنا في المحافل الدولية.